السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القناة على اليوتيوب ومتابعين الصفحة على الفيسبوك، كل التحية والتقدير لحضراتكم. حاول جرب التليفون اللي جاي عشان الصوت ايه. حضراتكم احنا في الفيديو ده بس معانا غرفة الغرفة العملاقة 60x60 من سمارت هوم. التركاية أو النصيحة أو المعلومة بتاعت النهاردة في الفيديو ده لحضراتكم إن احنا الغرفة دي لو ما جاش على النخل بتاع السيراميك، يعني المفروض الغرفة دي بيجي معايا هنا على السيراميك، مفترض إن هو هيجي معايا على السيراميك كده. فطبعا على وضع الغرفه ارتفاعها 90 سم، فلسه احنا محتاجين زياده. اللي عاوزين نقوله ان احنا كده الغرفه 90 ما جابتش الليفل معانا، فكده في علايه دي حضراتكم علايه للغرفه العملاقه 60x60، فان احنا بنقص بنجيب العلايه لو احنا عاوزين نعلي وبنقص العلايه دي بنشوف حضراتكم. طبعا القص هنا بيبقى فيه هو عامل لك في الشده، عامل لك مكان مانيوم هنا مش جابيه عشان اللبر، عشان الانسيه يتحط هنا او اللبر. فانت حضرتك لما تقص تعمل حساب، يعني لو هبص هنا الحته دي ما بقصهاش عشان اللبر، لو هبص هنا بسيب اللبر، وهكذا وهكذا وهكذا. فانا كده قصيتي من هنا على اساس اللبر يركب هنا، ويبقى انا خدت الجزئيه او الكميه بتاعتي اللي انا محتاج ارفعهم عشان خاطر اجيب وش السيراميك عشان تمشي معايا مع الجيل تراب ده، وتمشي مع وش الجيل تراب ده. والغرفه برده ال 50 دي حضراتكم هتاخد علايه وهترفع على اساس يبقى الليفل كله هنا كله ليفل واحد. طيب احنا كده حضراتكم قصينا وجهزنا الغرفه، فاحنا واقفين على حته بس صغيره في القص، يعني على اساس ان احنا بس يبقى تجربه عمليه امام حضراتكم بالنسبه للغرفه. المفروض ان احنا هنفصلها، اعمل توظيف كده للفيديو. وكده رجعنا لحضراتكم تاني بعد ما احنا كده يعتبر خلينا القص على حاجه بسيطه خالص، فكده بنفصل الجزء اللي احنا مش محتاجينه. شايفين حضراتكم كده احنا ده الجزء اللي احنا محتاجينه، وده الجزء الزياده اللي احنا مش محتاجينه خالص. خد لو سمحت كده خلاص انا خلصت الجزء اللي انا محتاجه، والمنشور بتاعي هتسقط معايا دي كده من بعد ما هزنفرها. هرجع اركب الغطا بس على السي سي كده، لا خلي بالك خلي كل حاجه واقفه في التسويق كده. هنزل بعمل حساب يخش الغطا برضو اللي انا كده ركبت، يعني كده بالمنظر ده حضراتكم على ما سبت هتبص تلاقيها ساوت الجيل تراب وساوت المنشور بتاعي بعد ما هتسقط. طبعا ان كده ايه ما ركبتهاش، ده الهدف اللي انا عاوز اوصله في المعلومه، ان الغرفه 60 لها علايات بتعلي، ولو هي زياده في لو هي زياده بتبص وتنزل على المستوى اللي انت محتاجه، ناقص عليك المستوى انت بتجيب علايه زياده خارج سعر الغرفه، سواء كان في ال 50 او في ال 60. يا ريت اكون افدت حضراتكم في الفيديو الصغير ده. الرجاء من حضراتكم ما اشتركش في القناه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديده والشيقه والممتعه ان شاء الله. ويا ريت تعملوا لنا لايك، تدعمونا بلايك للفيديو عشان نتنشر بخير للكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.